ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو كده. النهارده بقى هعمل حظاظه اسوره، هستخدم ليها شكل القواقع اللي هي زي دي، بتلاقوها عند الاماكن اللي بتبيع الخرز عادي. وهستخدم كمان خرز زي ده، خرز بلاستيك عادي خالص، بس هستخدم خرم واسع شوية علشان هستخدم معاه خيط الستان اللي هو ده. فانتوا عارفين الستان ايه، بيبقى تخين شوية. طبعا انا عملت لكم فيديو عن كل انواع الخيوط اللي بستخدمها وبشتريهم منين وكده، هيظهر لكم في حرف الاي او الدايرة البيضة فوق الفيديو هنا. هستخدم خيطين من خيط الستان ده، طول كل واحد منهم 50 سنتي. تمام، همسكهم كده هسويهم وهعمل عقدة من فوق كده اهو، ربطة كده عادية اهي. تمام، وهنبتدي بقى نشتغل عادي. هتلاقوا جروب الاساور على الفيسبوك لو حابين يعني تنضموا ليه وتفرجونا شغلكم في الاساور، هتلاقوه في قائمة الوصف او الديسكريبشن عند المثلث الصغير اللي تحت الفيديو ده هنا. وفي كمان جروب تاني لكل المواهب برضو لو حابين تعرضوا شغلكم في اي موهبة هاند ميد غير الحظوظات. هلسع الطرفين دول لسعة كده جامد شوية علشان بس ايه ارفعه، علشان لما اجي ادخله في القواقع دي يدخل معايا على طول وما يزهقنيش. نلسع بس ايه ونطول شويه في اللسع علشان بس ايه زي ما قلت لكم نرفعها وما نزهقناش بقى واحنا بندخل وكده. طيب هنجيب بقى ايه واحده من القواقع اهي اهي، وهجيب الحته الواسعه اللي عندها دي، شايفينها في حته واسعه اهي، هجيب بقى طرف من الخيط وهحطه عندها كده من فوق. بصوا ده ظهرها، ده الظهر بتاعها اهو، وده الوش. احنا هنيجي من عند الوش ده وهجيب الخيط وهروح مدخلاه عندها كده فوق. تمام اهو، وهنبتدي ايه نشدها لحد فوق هنا. تمام، يبقى اول مرة دخلناها من فوق. بعدين بقى هقلبها كده اهي، كده وشها اهو، هقلبها بقى كده وهمسك بقى الخيط اللي انا دخلته ده في ايدي عشان ما يعكسنيش وداني، اللي ماليش دعوة بيه. هجيب بقى الخيط التاني اهو، الخيط التاني اللي فاضي ده، وهروح مدخلاه بقى من ظهرها. يعني اول مرة دخلته من الوش، الخيط الاولاني دخلته من الوش، مرة تانية بقى من الظهر في نفس الحتة الواسعة دي اهو، الخيط التاني اهو، شايفين؟ يعني دخلت واحد من فوق وواحد من تحت وشديت اهو. بصوا كده ده الشكل اللي ظهر قدامنا، ادي من الوش وادي ده الشكل اللي في الظهر عندنا اهو. طيب بعد ما دخلت الاتنين الخيطين في الخرزة في القوقعة، هجيب بقى خرزة وهدخلها في الخيطين مع بعض، شايفين؟ اي بصوا واسعة فدخلت على طول في الخيطين. لو هتستخدموا خيط ارفع من ده تقدروا تستخدموا خرز خرم رفيع برضو عادي، مش هتفرق يعني، حسب ايه المتاح عندكم جربوا بيه. هجيب بقى قوقعة تاني اهي برضو اهو، وهجيب برضو الحتة دي، شايفين الحتة الواسعة دي، هدخل واحدة من فوق اهي من الوش اهي اهو، وبعدين بروح شدة لحد فوق اهو. طيب كده احنا دخلنا خيط من الوش خيط من فوق، هروح قلباها وماسكه في ايدي الخيط اللي انا كنت مدخلاه، وهجيب بقى الخيط التاني اهو. بصوا كده قلبتها اهي، مسكت الخيط في ايدي اللي انا دخلته فيها، في بقى الخيط التاني اللي هو ما دخلش فيها اهو، شايفين اهو، هروح مدخلاه برضو من الظهر من عند الحته الواسعه. بصوا بيدخل على طول ازاي عشان الحته اصلا واسعه. لو القوقعه اللي عندكم ضيقه شويه حاولوا تلسعوا الخيوط جامد من هنا زي ما وردتوا. هجيب بقى برضو هنا خرزه اهو، وهروح برضو ايه مدخلاها لحد فوق. بصوا الشكل جميل جدا ازاي، شكلها حلو قوي ومختلف. برضو هنجيب واحده كمان اهي اهو، ادي واحده اهي عندنا الحته الواسعه اهي، شايفين اهي. بصوا هي القوقعه كده فيها حته واسعه وفيها حته ضيقه، فاحنا بنيجي عند الحته الواسعه من الوش بتاعها اهو، نروح مدخلين الخيط ونروح ايه شادين لحد فوق اهو. طيب وبعدين نقلبها ونجيب الظهر بتاعها ونروح جايبين الطرف التاني اهو وندخله برضو في الظهر. بصوا اهو شايفين، ونروح شادين. بعدين بقى هنعمل ايه، حلو جدا، هنروح جايبين خرزاية وندخلها في الخيطين مع بعض. بصوا بقى كده بعد ما كلهم دخلوا هي شكلها حلوة جدا، حاجة بقى ايه للصيف كده والبحر، شكلها مختلفة جدا. يعني اعملوا منها هتمشي معاكم حلو، يعني هو يومين هدول.
هجيب بقى من الطرف اللي في الاخر ده وهروح برضو عاملة رابطة زي الرابطة اللي عملناها فوق. طبعا بقى ايه زي ما احنا متعودين في كل الاساور اللي هي من النوع ده بنساوي عادي وبنقفل كده وبنعمل بقى ايه القفل اللي بيضيق ويوسع. ايه دي شكلها النهائي اهي، بص شكلها جميلة جدا ازاي. طبعا القفل اللي بيضيق ويوسع ده انا عملت لكم طريقته قبل كده، هيظهر لكم في حرف الاي او الدايرة البيضة فوق الفيديو لو ما شفتوش يعني وحابين تعرفوا طريقته. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.